نروح بقى لحاجة كانت لطيفة امبارح، وناس كتير كانت عاجبها، يعني مش عاجبها بس الفيديو اللي احنا هنعرضه، عاجبها الحالة اللي موجودة من اللاعب المنضم يعني مؤخرا إمام عاشور أنا بتكلم، واللي هو بينزل فيديوهات من نفسه، واللي هو بيعبر عن سعادته من نفسه بانضمامه للنادي الأهلي. كان امبارح في فيديو منتشر وبشكل كبير جدا، هو كان عبارة عن يعني محطوط إمام عاشور وهو مع أصدقائه وهو بيغني أغنية أهلاوي أنا والفخر ليا. هو فيديو يعني ثواني قليلة جدا، خلينا نتابع ونرجع نعلق. يعني أنا من الناس اللي سعيدة لما بشوف فيديوهات من هذا النوع. بنتكلم عن لاعب له قيمة، لاعب شاطر جدا، يعني لاعب مصري شاطر جدا، كان بيلعب في نادي كبير، انضم مؤخرا للنادي الأهلي، تختلف أو تتفق لكن هو أو هي هتبقى صفقة رائعة جدا. فكرة كمان إن هو جاي وبيورينا قد ايه هو حابب وجوده في النادي الاهلي، وحابب وابتدى الانتماء يكون موجود، ربما كان موجود قبل كده ما نعرفش، ربما ولد من جديد الله اعلم. كل ده مش هتفرق، او الموضوع التفاصيل دي مش هتفرق، على قد ما المشهد الاخير هو ده اللي يسعدنا. امام عاشور انا اشعر ان هو حابب يكسب جماهير النادي الاهلي، يكسب جماهير النادي الاهلي، فده ذكاء منه بشكل كبير، وده بالمناسبه المطلوب. انت عندك لاعب كبير جه، مش كبير سنا، هو صغير لكن كبير كفنيات كاحترافيه، لاعب شاطر، امام عاشور لاعب وسط شاطر جدا، فهو بيحاول يكسب الجماهير هذه الفتره، واعتقد ان ده هينجح فيه في الفتره اللي جايه. وجماهير النادي الاهلي في الاول وفي الاخر لما اسم بينضم ليه بيبقى خلاص مديه كل الثقه وواثق فيه ومنتظر منه الكثير، وهيفرح لاي لعبه حلوه، هيفرح لاي جول هيشارك فيه او اي يعني اداء رائع هيتم على الملعب. كل ده بيضاف اكيد لرصيد البطولات وغيره، وبيسعد جماهير النادي الاهلي. وعلى الصعيد الثاني انا مش هتكلم طبعا المكاسب الماديه والمعنويه وغيره وغيره طبعا لامام عاشور. اتس وين وين سيتويشن زي ما بيتقال، لازم كل جانب يكون يعني فائز، واحنا عارفين ان ده اكيد مكسب كبير جدا لاي لاعب، وده بيكون حلم بالمناسبة، مش بقول كلامه خلاص، حلم أي لاعب مصري أكيد في الأول وفي الآخر بنسبة كبيرة، بلاش بنسبة 95%، بلاش محدش يقول لك إيه المبالغة دي، بنسبة 95% إن هو يلعب مع النادي الأهلي. فأنا سعيدة باللي بنشوفه، وأعتقد الفترة اللي جاية إمام عاشور فعلا هينال حب ويعني دعم جماهير النادي الأهلي.